غزوة بدر الكبرى، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بطولات شبابية، الشباب الفتيان على أكتافهم تنهض الأمم وتبنى الحضارات. فعن عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري رحمه الله يقول: إني لفي الصف إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أن أموت دونه. وقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله. قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما. فأشرت لهما إليه فشد عليه مثل الصقرين فشد عليه كالصقرين حتى ضرباه، وهما ابن عفراء. هؤلاء هم شباب الأمة، هؤلاء هم الشباب، رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلاً.